الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، المقداد بن عمرو، المقداد بن عمرو وصحابه بقلية الدحاب، والنبي يقول لها إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم: علي والمقداد وأبو ذر وسلمان. إلهي وحو إفري إن أفر روح جعل عضو وحنا أي شيء يسوي نجعلها أفرتها الروح، وعلي والمقداد وأبو ذر وسلمان ونين كلا بعض. النبي يقول لي هاي إلهي نجعلها أنا إن أني يعني إن جعل هذا الله إفري ونين كمان تا سحابي بقلي سدحات درسي قويه. أصاب عمرو بن ثعلبة دما في قومه، فكان لابد له من أن يغادر مواطن قبيلته بهراء أو يعرض نفسه للثأر. مقداد أبيه أو لغم عمر بن ثعلبة أي دي قلي دد دلي وكفر سنوايا مركة إن لامد إنو صاقلو أما إنو كتاقو هالكا إي قبيلو دو دقنته إي بهراء وإساقن دقاقو وإساقا قربيستو فقادو أما إن لغا أرغوستو دد باد دد كدي شي أدونا سن نبادة وملا في يون كرتيد الدنيا دان مركا. وحاهري من عمر بن ثعلبة وأسحابي كان مكهل إن أبيه وحا هري يميد لبا دور الشو أمينو سكن دقاقو ديغان كيسو ميل كلا وسكا آدو أما إن وديار النقضة إن لغا أرغوستو. فآثر الأولى على الثانية وحضار بذا مرك إنو سكن دقاق جيبوكي بهراءها هالكي ديغان كي ودقنا بيشونا هاي إنو كدقاقو. ولا هارما إلى حضرمود وبحصدي سوى فكت بوح أبار حق يحضر الموت، واتخذ لنفسه فيها مقاما. هل كانوا كنا قاعدين ما يشاء سوديا كدكت سي طبعا هل كي ودقنا هدي وسي جوجي لها دات كي ودتك كدلي وليا الأمور كي بقى قبصنها سنوى معركتي أنا ضائيو يهو لها بقى شوكي. ثم ما لبث أن تزوج من أهل حضر الموت لولك أودقي بوكا جورسة مرك جبر راح حضر موضة أو هالك مرك جورسة دي. ولد له صبي دعاه المقداد وحلاط على مرك ويليار أو مرك أو مع دري المقداد مرك المقداد المقداد جورتا صلى الله عليه به وفكذا ولوك الغربة قا وحضر مود دقي وضدك الديجان كان لحد دقي ويلكابا ولا شيء ويتوح له بحي المقداد أو سحابي كان. لكن واحد قال له أنت مجع مها مجع كتب النبوة قرآن مجع كلو ليه هاي. لكن هذا المقداد بن عمر بالهرتة مجي سدبت ضن هضة المال. ورث المقداد عن أبيه جل صفاته الخلقية والخلقية. هذا المقداد أود كان يرى عمرو عليه أبي وكان حلي دمان وحل وحي تلمان أبي ولها هذه أخلاق نقول هذه هذه مقال نقول هذه. فكان طويلا بائنا الطول أد بو درس أبي وكلا درك كلا هبل وديري ولا سكني كلا لكن در مقضى ومركي وإندها قبان يقولها أسمر شديد السمرة نوحها مذوحين وحتى ليس ليصح أن 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 ينعت بأنه أسود من مذوبها لكن آت ولا رمذوب أحمد المذولة جسيما جكيس أبوحه ونن إسايستاء يملأ بين رأيه مهابة وروعة قف كيساء وإيجا ورنتي كهي بيسان وفي نفس الوقت نروع عقل انكرا يعني وقف آت ولا رجيغانتك أو معركتي بوحة آت نؤبضو يعني أمام مذولة.
وكان إلى ذلك شديد الشكيمة قوي العزيمة. وحقا أنت أهلي نوح أها أن لو سو دقدقي كري أنا فدي سو أي سرايسو قعان كيسو أذقيا نين كورونا وها ممتلئا حمية ومروءة وحدة وسكون درس صدي هدي حمية نقول له هيد يهدي مروءة نقول له هيد يهدي نوعا ما كليلة حقا نوح أها حق طبيعية كليل كحيقة ونين أكتيس أنا نوعا ما لو سقى جامي كريم او وحكس اللي جاي كريم بوانين عنا شخصية اللي بوها نين اضرق بوها. وفي ذات يوم ما لما ما هكذا ما اختصم البغدادي بن عمر مع سيد من سادات القوم وحا اسكن عاي اسقب قبسي ودحمري المقداد هذا ابي ما كسرت ابي وحيد اررت ام كلي هل كانه تجي لكن مقداد بيانك بيسكي مصارا وهي تهي انا بيجرافي سكاظم وحا مرمي المقداد من عمرو وسحابي ما انت انكهر لنا وانتو سن اسلامنا انين كم اذا سادادي قوم كفي حضرموت دك ماشي ودجنا وابي ولحي دداي او ابتياشي نين بيس قبصدان هو ابو شمر ابن حجر اللي هجري من كاس اسكون عاد فندد من الشيخ الحضرمي كلمة قاسية جرحت كبرياء الفتى وأثارت حفيظته نينك اسكون عان وضيقها وحضرميقها أي واحد كصف كلمة آدي هذا وأرك ورنتي داوع جرسيسي مين كان اللي يرى ضعه طبعا مركو قف كان اللي يرى ويهان في شو أركه نروح كصف وكسر رأي ومين اللي جاري كان عن وهاين تيبو مركه كهن جبي وأثارت حفيظته عرنا ويكو كيس أدب وحنا خبرك كلمة اللي نو مشي لكن كلمة آدي علوس كبه سي المقداد من عمرو وطلابه علوس أنيك وكقاضي فامتشق حسام سيفتي بالضف صي المركب واهوى به على الشيخ الحضرمي نيك حضرمي وكلا ضل عليه سيفتي فبتر ساقه لقط رفك سي المركب توانين كل الكا ابي هنا كان حلاي ابي هنا ونيك هدا نلوغس الشيكي نيك بورا وضي حضرمي جاي نور ودان وكيا وسودان وخلا عند ذلك المركب مركي تابع عليه وجد المقداد أن عليه أن يدلو عن حضرموت كما جلى أبوه من قبله عن ديار قبيلته بوراء فولى وجهه شطر مكة. نيكي مقدادها اسنوحة أصب حضي إنه خصب أي تهينه حضرموت دقاجيو سي أبيه بأغسو دقاجي ديغان كي سي بوراء وهل كان حضرموت ديغان وغير دكتي اسنوحة خصبان هذا مرة دينين حضرميه ولوك جري برينا اسنوحة لك جريه هدان بلدينين إذن هو سوقف كحقا أيوه مكو سوء هذا مركا هل كان مركا أررتها صح موجينيسا باكراون ديقى المقداد هل كو أصلهان وكيم أدرك المقداد بن عمر منذ وطئت أقدامه مكة أنه ليس في وش أحد أن يعيش في هذا المجتمع القرشي آمنا مطمئنا إلا إذا كانت له قبيلة تحميه عصبية تمنعه. المقداد مركو مكيم او اندي هلكا مركو صوصان ديو اندي وحو اصاب بحده اني سنصور تقل اهين قف كن وران كرا مكة ان بلشدا قرشيين تالد جنان كرا اني سنجرين او يسوغ امين او اسكح سيلا صور تقل اني سنهين الا ان او قبيلو او مركا الى لين ايسا او قدم بيسي اني جتمو يعني اما عصبيت الى ليسا يعني معنى وان او جرو رير أود له أو تاج له وأنا كسر جدا سياد مركب ونولات الحاجة قريش وإلا ضاد كلي هاتوا سكك بعد سنة يا نينك سكك ظلمي يا ظلمي يا بالرجال يا سك سال جاي لي مركب حوصل بحدي مركب نمو بقى كأجي بلشة ودراسي المجتمع يمن كان قريش نحوم اللي حيو مجتمع عربيض وانت ايري ما لو دقيني هاي ما قوم بكل دوينهم وحوق هذا مركب إنا لحدي كريم إلا قفك إنه قبيلة غود بضن وكسو الجيدة من أما عصبية مركا إلى لسه تيبا أصبح وحكى الأصبح أما الغرباء أمثاله داد كسو قلو تيبا يسوى كلا ماشي أنا نقول لن ديغان كنا كتر سنين فما عليهم إلا أن يختاروا بين اثنين وحهر يالهم كلا لابد دور شميت إن يسوى كلا مرها دوسو قلو تي هاي لولك آمو ماشي ميرو قلنا شيء آنا هاي لابد دور شميت بهرتان كو فإما أن يحالف سيدا من سادات القوم
فيعيش في كنفي ويأمن في حماه. أما إن أي صاهز جلان نين سيد ولا قدم بيو ومرك إساق أي كهلان مجان بعد الله أو أي صاهز جلان أو إلى لدي سيئ ويراهدو نينك كان معركة هبل نينك سيد كأ بحليف ليه سيست مركو حجر لغو ما عبو إسكاشان بوريسية قبل كون يراهد هركا سكت السيئ إنك عدنا قمي تهي نقديا تهي نقاران بات تهي إنك عدنا لدقان تهي نلا سودو تا وعشوش كتكوات أوبشن كلا بعد وإما أن يعرضوا أنفسهم للذلة والمهانة أما هنا ديار النقطة إن لقو دوليستو أو لقو إهانيستو سيدون لك إيال إلا إن كاليقا بعد تهي أو ميالات كتير سنتا مركا مجرد ومجتمع كالترالي إسكا بدوي لقن كون واسدا حتى قان يوحى تهي ماشا مجرد فحالف سيدا من سادات قريش هو الأسود ابن عبد يغوث الزهري تامرك وحكايتي إنه تحالف لصمبي لحول فيستو سيد كم من سيدات قريش اللي هي بيسنجري اللغم عبا الأسود ابن يغوث الزهري نكاسو مركة لحرت يسوي تحالف لنبض خلاص مركة نكاسو صاهز قالوا وأن مركة باشا كتر سن مركة لكن الأسود ابن عبد يغوث نكا اللغم عبا ويري سجا حليف لا ما لبث أن رأى في الفتح الحضرمي من سمات الرجولة وعصب حذي مركو أركي مقداد بحقوق أصاب بحد الرجل نيمو واشتمال المروءة إيو معرة مرؤة الرئيس وخصالي الشجاعة والندة ننجيس النماء إيو نفهرب له قرمة إيقرقار له لين ليس كوها الله ينكر إيوني هاي وحقوق أصاب ما ملأ قلبه وحبا له أدب مركا أجعل هذا ننكي قريشي أها أي سيدك أها أي مركي الدراسي مقداد بحقوق أصاب بحد ننكا نين عرس الرجعة وجيسية وماشي وكاحية يقف كاحجو إنها أصابها تي مركو حكول لا لسين وجعل هذا فأخذ من يده وكحستي ومضى به إلى مجالس قريش عند الكعبة فجاره أي قريش سقوتي ما دولتي وكعبة أتي المال بفريسين جلين وما بارلمان كودا فلما وقف عليهم تودت كي هر استاجي سقوط كي نجعان تجاه كهاي أعلن تبنيه له وعالكا كعلامي ان ادابشن كسمي ويري مانتا لاي بلابو وويلا دالي مركا تبنيو اما سيستم كادابشن انتو اسلام كوسن حاران تنمين وإلهي انتو سنن ادعوهم لآبائهم ابيوه ويارا فهو اقصد عند الله سياتي عدالت كجرتاي هي لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين هدي ابيوه يهلك كي مادا اذا قرنين وولاليهم اخي ونده لكن ما أنت الله جاب اللعبة هبل إنه هبل وين الله لكن أن أبا أن والله إن أنا لو مركا أنا يمكن أنا لو تين يمكن أنت إذا آيات طبعا سو مسلم بمركا ما لكن بقى كعبة جري الضبا أسود يعمل بغوث وحير ما أنت الله جاب اللعبة وممكن هذا لا يقوى دب شنكي اشهدوا يا معشر قريش إن هذا ابني أرثه ويرثني كان أنا عبد الله يقولكي وان حلايا وين حلايا وسيستم جريبوها مركا هذا المركا مالا فأطلق عليه الناس من ذلك اليوم ما لنك الله قبل الله مقعب اللبي محلق مقعب المقداد من الأسود مركا سحابي قال مقشان مروحا المقداد من الأسود مقداد من عمر عيد هذا مركا مالا لما ما تكوه الرئيسين المقداد من عمر عيد هذا نهرد تاريخ دي هذا نؤقر مركا المقداد من الأسود مقعاس مقعب به ماها ومقع تبني أدبشن كوي مدوي واقعسن واللبي وعلى الرغم من أن الإسلام قد أبطل التبني فيما بعد فقد ظل أكثر الناس ينادونه كذلك يضع يجتبوا له كاتبك إنه إسلامك وكان سلقري أو درشتها كساري أو توري سيسم كي تبني هذه هذا أنا أقري إني دليل كواه لكن ضدك يعني ما قعوا يكدموا هي المقداد من أسود من بعض الله تفقال كي أيا كحبتي ما قعيس رسمي أها به ما قعوا لها هالكي لديه لها المقداد بن عمر ايا وحايدته كهري وايني هذا المقداد ايش ابن الاسود لكثره ما تردد هذا الاسم على السنتهم وفرط ما تداوله بين ما دام ضدك مع كبرتان او يقانان ما قاعد بكو سونه نببري يريني مقعن يقول يا ريسان واسكو ديبي لك مقعي وار مقعس قفكو سيكلو نو صبح يعني مقعين وكجو جنوين سرتين وفافي مركب مقع ضدك وحكوكو برطان
un baa lagu yeeraya magaca maanta leedahay oo dadka kugu ogyihiin oo tiri magacaasaa lagu yeeraya ama oduu system kastabagal ah magaciisa waxba soo kordhiya. Dawaadu axkaamta sharcigu waxay ku duraysataa dawaada ee magaca kuma duraysato. Maxaan ka wadaa haddaan si kale u sharxo, maalan yani adigu kontan magac haddaad yeelatid, dad baa waxaa laga yaa marka xajka la gaaray ama marka guur la gaaray bay soomaalidu xoogaa marka su-aalahaas badiyan waxay leeyihin hebel baa xajiyeye, laakiin magaca baasaboorka ugu dhigan magaciisa maaha. Ama hebel baa laga xajinaya magaciisa maahana magaca baasaboorka ugu dhigan waa kan. Ama hebel ama heblaa loo mehrinaya magacana magacii maaha, magaca muhiim maaha. Adoo meesha fadhiyaad magac la bixi kartaa haddaad rabtid, magac macno ma sameeyo. Waxa laga hadlay waa daatadu. Marka haddaad kontan magac leedahay ma aragtay wax macno ay soo kordhinaysa marka malaha, laan axkaamtu waxay ku socotaa adigaas abu hebel labax maxamed labax yuusuf labax beri mid kale la imow saadan mid kale labax wax macno ay soo kordhinaysa marka male axkaamtu marka waa sidan ilmihi. Laakiin dadku dabcan mirdaadnimadiisa waxba kama bedelaysa. Aabihii inuu lahaa nin aabaa uu camr lihi jiray oo reer bohoraa ahaa oo halkaa ku dambeeyay waxba kama bedelaysa, laakiin dadkii baa kelmadan martay. لم يكن المقداد من عمر والمقداد من الأسود متبوقونه كما كانوا ينادونه مرتاحا إلى ذلك المجتمع. مقداد مركة مجتمعا هدا ولدرس النقضي ولحد دقين ريان مكة قرشيين تأ كما دقنين كما فرح سنين المجتمع الجاهلي. ما دام مجتمع الجاهلي وها وإلهي وحانه ما يشل عبده الذي تراق فيه الدماء ظلما وبغيا بيقى لغضاضيا dulan iyo aabi iyada uu jiro watustaraxu fihi lxurumaatu cudwaana wajawra, waxaa lagu banaystaa waxa alla wixii xurmad leh gardaraa ka jirta jowr baa ku jira kuma faraxsanayn. Dabcan isaga waxaa usoo baxday mutamuc jaahiliin uha xaali waad ogtihiin intuusan islaamka aanu imanin sida loo kala awood badan yahay ayaa laysu makuunin jiray. Reer bareerka uu ka awood badan waa ku amar taagilayn jiray, dhiiggaa la daadiyaa, xurumaadka lagu tuntaa. Marka المقداد من عمر او مقداد من اسود نفسيا مرتاح معاه كما دقنين ستويشن كنا بقلبين. المهم ويستدل فيه القوي الضعيف وتسوده العصبيات العصبيات العمياء مجتمع وكان اوله ودليسته كان تاكت دارا عصبيات ايو وقفك نوعا ما مريركا اها قري قردر يسان الله صفانه ومد يدو معرفة بلاين اه وعصبيات ku shaqeeya mujtamacaas uu dhibe. Fahuwa cala ragmi min anna sayidi min saadaati quraish qad tabannaahu, iyadoo haddana ay jirto in almiqdaad laga wiil dhigtay oo uu ka wiil dhigtay nin sayid ah saadaati quraish agtiisa aan la mari karin. Maa yazaal fii nadari alqowm, si kastay ahaataba oo uu yiraahdo ibn cabdiyaquuth ninka kan alasad ibn cabdiyaquuth, si kastuu yiraahdo ninkan anaa dhalay uu idhexlayaa oo anigu reerku ka tirsan, wax kasta haduu sheego, laakiin aragtida bulshada ay miqdaad ka qabtaayey shariidan tariidan nin baxsada oo qaxa oo firdh oo meesha soo gala inuu yahay dadku arkaa, taana waa nafsiyan way dhaawacaysaa. Laa yastatiic an yushar liayi minhum, way ku adag tahay marka inuu la xidido reer reeraha ka mid. Maxaale si kastoo alaswad uu yidhahda ninkan anaa dhalay haa waan isdhexlaynaa, laakiin aragtida bulshada ay ka qabtaayey miqdaad waa nin meeluu ka yimid aan la aqoon oo gariiba oo dulsaar ku ah oo cidtaqaan aanan jirin, ayna adag tahay reer intuu ardaa fariisu yiraahdo inantiinaan rabaa inaan guursaday ku adagtay, yacni dadku uma guurinayaan, taana iyadan way dhibtay. Liannahu fii curfihim, maxaa yeelay dhaqanka meesha ka jiro oo badawiga ah carabu ay leedahay, laysa bikuf'in liayi binti min banaatihi mahma danat manzilatuha, kuf uma aha inuusan u dhigmin aanu geeyin inantooda kamida amaba kuwa ay dhaleen hablaha ay dhaleen kamida in kamida marka hablaha ay dhaleen, xataa haddii qabaailka kuwa ugu hooseeya hadday tahay, xataa miqdaad waxay u arkaan inuu isna downtrodden yahay uu ka hooseeya. Marka cid u guurinaysa ma labada laga xiranaya. Adigu saa doontid u dhaho maaragtay waxaa miqdaad waxaan hoos imaada alaswad waxaas hawshaas kama shaqeyso. Ilmihim wa kana almiqdaad yasmac maa yaduuru cala alsinati alkuhaani wamaa yarwiihi akhbaaru oo axbaaru yahuud. Miqdaad marka wuxuu dhegadhegeynayay uu maqlayay nimanka iyo wax faaliya ama ragga culimmada aan dhehe kuhaanta waa rijaalu diin, nimanka diinta bartay ee nasaara, wax ka maqlayay akhbaar iyo aan dhehe axbaarta yahuuda
علماء يهود روحوا كم مقلي واهل الكتاب اسكسوا ضد روحوا كم مقلي من ان النبي قد اطل زمانهم سيملا الدنيا برا وخيرا وعدلا. النبي حلي وصاد داهر لها وصاد وادي انه مرد وصاد شعب حضانه كدمنا وكون كان ضمبا وكبو حندونا بر خير عداله مركه هل كان واوشن سنه بكتا تاغنيت علماء أو الكتاب كحو كم مقلو أه نبي بسولو تين ومقلي فيقول في نفسي مركه وحو إصلها عسى ولعله وإن تصل إلى سبحانه وتعالى فرق إن تو كان النبي إن تكون دو في شيء يمكن بدأ كم بحدي تانا مركه ومن ذكية رنتي وكل يتفيوبا أقدر لم يمضي على ذلك على ذلك غير قليل وحبك مسؤولين حتى بعث الله النبي محمدا بدين الهدى والحق وطن إلهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار مركب مقداد وحكوم وقت وقت ويميت إنا يتهي قبل البعثة إنت أنا دين توب بالله النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركب النبي محمد صلى الله عليه ظاهرة فما أن سمع به المقداد من عمر حتى بادر إليه مقداد مركو ومقلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرة مركب وحادتك وجه الرئي النبي صلى الله عليه وسلم حقي سوى عرق ووضع يده في يده كانت ساء وقلي وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله لبدأ شهادان وواقعه توحيد كان هالك سوى قبصة إن إلهي ما إله كلا إنه سنجري النبي محمد أضون إلى رسول كيسونية يعني ووحو الرادين هرنا وركو أهي ثم مضى إلى مجالس قريش عند الكعبة كدي من وحو آذي هالك قريش فريشته وهالك مركي الأسود انتو كحي ويري إذا جيس الضضو نين كان ما أنت لقب الله بعنا عليه وأعلن إسلامه على ملأ من القوم ضدك يساء أولو غنية وفقارها فرنية بوكهر يري مسلم بعد ما تلقى بالله سعادة فكان سابع سبعة أعلنوا إسلامه على ظهر الأرض وكدر محوة من نقضة مركة نينكي تضباد إيصاء إسلامي أردنا نقول كده هذه تاريخ اللي هو يديو سحابي تضباد إيصاء إسلامي كومو أها والمقداد ابن عمر ولو يقان المقداد ابن الأسود لم يكن المقداد ابن عمر حين توجه إلى مجالس قريش ليعلن دخوله في دين الله جهارا نهارا يجهل وقع ذلك على قريش ولم يكن يخفى عليه ما سينزلون به أو سينزلونه به من الأذى والنكال المقداد من عقل بضنبوها مركو أبريري إنه فقارها قريش إنتو تقوه وإيغو مقلية سمو قطو مال العدية وأن أشكو الدين هين إنه أفقى أكل فرتويلة المسلم بانا هاي أشهد أن الله إله 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 كما قرصانين كلمة دا إيادا ماشا أي قريش كتابان كرتو كما قرصانين نبكا كغا إيمان دونا أذياد يوحي قارسين دونا كما قرصانين وقا وحاسو نن كالقليتت ووحي سبسي يعني معها نن بوان فوضو دادا إيو كلمة آنا نكفي سنبا إيقا فكتاي إيو ما أهين إنا انتان حيري أنا نو وحا وحي سنو شو جي 1 plus 1 is equal to 2 إيادا أه بولهر تقو حيري أشهد أن لا إله وأشهد أن محمد رسول الله isoo aanu abayeelin waxa meesha ka ratimayo ka imanaya oo consequences ama li salih wala lagir lak oo ogya dibka kaga iman doona ilaan hadii maanta uu Abu Bakar oo kale iyo Umar oo kale ay u bareer lahayeen xaliga waxa in laga heebisto hadii Umar markuu islaamo na kaana aan dawaf korno u qaada kelmad cid u soo dhawaan karta aanay jirin laakiin nin salay markuu hore wala liidayay socially marginalized ah oo hoos loo dhigay isaga dhan al hamish ah oo aan la tisaneynin oo cid u gurinaysa ayan jirin albaab laga furay aanu jirin isaga dad kale ku tiirsan inuu niman odayaal oo kibray oo sanadiid qureyshina oo kufri oo isugu tagay oo anafada iyo kibirka halka uu maray qabka ku jira aan la qiyaasi karin inuu intu hor istaago oo kelmaddu ka hor yiraahdo inoo waxa ka iman kara qofka san u fahmi kara isna wax xisaabsan laakiinuhu kaan ya'lam aydan anna da'watan ka da'wat al-islam la budda laha min qarabi laakiin waxa kala xisaabta ugu jiray inuu ogaa da'wad diineed oo tan islaamka kala inay u baahantaa qurbaan nafur inay u baahantaa in dhiig loo daadiyo oo adiyar u noqoto in ma aragtay nasadada halka ay ku baxdo si diintan meel u marto fa azama ala an yakuna ahad shuhada'iha wadhaya wuxuu go'aansaday markii inuu ka mid noqdo dadka diinta u shahiiday naftooda u horay isna halkaas oo ka xareed markii wuxuu waxa ka go'an marka wixii lagu sameeyo ama hadii la dilo ama hadii la dirdoro والكي وسحابي قولها على أي جنب كان الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شل ممزق
سكه استبه دي اللي لدو وح كسبه دي اللي وسمى عندي سكه اللي يجر در اني وابي يلي ما حي مين انسان دي انت اللي فافت اذا حسابته ماشي سوليت ننت اشتيبوها صبت قريش المرك ماني كانت لقب بالله صبت قريش على المقداد من عمري من بطشها ونكالها ونكالها ما يزلزل الجبال فلم يتزعزع ولم يتضعضع قريش لقب بالله ماني كاس والله وحي اي فرق وهي بي سو ديسي وعذابه ونكاله وحبوره الى جريران سك استا لكن من كان من جيس نوها الهي نفسي كلي ودياري اودي ايمان كسن على قياسي كلي مرنبه ومجح نجحن مالنا ومليعن سيس وسقناد ثابت وما كان يزيده العذاب الا صلابه في دينه ورسوخا في ايمانه ويقينه مركز سوء عذابك لو كرديو اما العذابنا اضيق بكسي قاضي يديك دق ان الجمود اسكي قالانو سوبي فريسان بويان مالنا ولو سكن الله كدغه ودي قرت ما كما جيل تاريخ يساس اهيت ولما ادن الرسول صلى الله وسلم عليه وسلم عليه لاصحابه بالهجره الى المدينه مركو النبي يرو هدبا دبتوتين كدقاق مدينه هجروده أبت قريش على المقداد من عمرو أن يغادر سجنها الكبير قريش وحيد أن دتك كحيس محمود ولكن إن كان مقداد ليه حبس جن وين وكجر مكاء ما له غدر ما ويكاء رجيه للموت لكن دتك لا هلك سيك دقائق عدي لهذا سنة غير بقى جوابي لكن المقداد ما دام وحريرة أن ولا هاي عدو كتير سينه بس كل الله ده وحيد أن عرب بقى دقائق وكاس الباب كله فرس مر ودقائق وين فقد كان حقدها عليه يتكفأ مع تحديه لها رنتي حقد جائية عرض إيوها ين وبروح دافي رنتي يو تشالنج علوس بالجلي ولذلك كان من أواخر المسلمين هجرة تاوحي كان دمركة دت وقد بهجرة إنه نقول يسوع يضع هاي إنه قرأ دت كأول رأي هرمود كأ إهجروني لكن ما كبا الباب كأشتاق ويقي ودقائق ثم انه لم يستطع التخلص من قريش الا بحيله كدمنا الى وحو قدره انه نمكي كغبح صدو حالات يتب وديار صدى فلما وصل الى المدينه مركي الله سبحانه وتعالى حالات ام المريه يتبتا ومدينه تجي فرح الرسول صلى الله عليه وسلم اي مقدم اني اب وفرح ان وصاها ليله المقداد وصاق له اما اي ماذا المدينه المنوره إذ كان يحب حبا جما يقوى يقول حين النبي أب أجعل وحنا ليه جري إن الله عز وجل أمرني بحب أربعة أخبرني أنه يحبهم علي والمقداد وأبو ذر وسلمان إلهي وحو إشي يقول أفرج عليها أنه وحو إفرع إنا أفر تاج على هذا إلهي وحو إفرع إنا أفرج على هذا إسنو وجعليها وعلي والمقداد وأبو ذر وسلمان فقص الرسول صلى الله عليه وسلم وحابها مركب موجيني أرك النبي إنه جعلها مقداد النبي يقول قيبي مهاجرين إلا ندتك على صوت حي وحالين المدينة منورة مهاجرين سوى هجروا ذي قسم الرسول المهاجرين من أصحابه عشرات طبعا طبعا بقوا قيبي مركب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يبدو دجيني طبعا 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 وجعل كل عشرة في بيت طبعا كيبا قل بقوا دجيني فكان المقداد من عمر من العشرة التي سعدت بمساكنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمت بكريم شمائله ولقيت من بره وعطفه الشيء الكثير إلى يحو قدر مكة إن المقداد وكم النقطة وكم النقطة طبعا كان النبي قال لدقي أو قولي لدقي اسكو ديقان أي النقطان إلا المهاجرين طبعا طبعا بقى لدقيني مقداد وحو صاق لليسكا إن النبي قولي لدقو ومركة إلهي أقول نعمة النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق ليسي وناكسن وحكا أركو بريسي توريسيسي وأركو حدث المقداد فقال مقداد مركه ما انت انك واحد لين حد يسجل قدامنا ميكروفونك سجل حد لي وحليه كنت في جمله العشره الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا في بيتي وعن كجري طبعا كي النبي صلى الله عليه وسلم ودورتي ان يسجل قري للدقان وكانت لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث اعنز النبي صلى الله عليه وسلم مركه ضدكي ولدقانا قري قا صدح الريوت بين الحياه يحتلمونها ويوزعون لبنها بيننا انتي نوصل مالان ونوصل لسان بعانها ريها لغا صوم مالي بان لو قيبين جليل وكنا نرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه نيول بانتو قيبتي سي عبه اما ضمو عانهاس لان نغن مركا النبي صلى الله عليه وسلم قيبتي سي مركا وقبنين
وفي ذات ليلة جئت أنا وصاحبان لي. هبين هبين هذا كمان مرك أني لواني وصاحبه طبعا كي كجر أيان نمد، وكان الجوع قد نهكنا قاعد درن وبأنا وين قبت يعني نهك يقوين وقفك وتمرقه حتى أوشكنا ألا نسمع ولا نسر وحن بكسجا إن حتى وحن مقلن وحن أكل يعني قاعد جد قد مركي قبضته لقاها يندها حتى تمرتون ويتكتا هيركا سان قاعد نبل وحل عبه يوحل العنه يوحل قريده انت ومعين. أما صاحبي الذي نين إلى السعودي فقد شرب نصيبه ونام عن ربي مالك هيان انتي بي دمان ويسحدا. أما أنا فلم يكفيني ما شربته، لكن أنا انت يرى اللي قدري اللي قندي وما في اللان وانك حوق عليه، وبقيت خاوي البطن لا أستطيع النوم من شدة الجوع. هبين كمركة علوش صاص أي مرة انتهي بي قاعد جدرت إنه ولا نسيح يعني وانن ملك واحد كنت هاي نن هذا صاغ شيء ومهاجر واي مال بعد أدو بدكي بالله سيحاني سا وقفل بدتك اسكو باهي ما اسكو غرام ما راشين كما قال قادر انو انت يبي في الله ويد يقول حبيبي هود وردد واي قسو دي. فقال لي الشيطان شيطان كائره الله ويروي ماذا عليك لو شربت هذه الجرعه التي رفعت للرسول صلى الله عليه وسلم كور هدي انت يرى كبشده اسكا النبي قال لو تلقى صلى الله عليه وسلم هذا بيد كنت تتكور اسكا عبد الا والله قال النبي انت صلى الله دي يقول انت صلى الله ديارنا marka waxa uu guriga galay buuri intii nabiga loo qoonday inaan ku tago fa inna nabiy sallallahu alayhi wasallam sayati ilayna ansar waxa ka dhacay buuri nabiga ansar baa u imaanaysa fa yahduna lahu amthalaha ila sha inta u imaadaan bay wax baa loo keenaysa dad buu haysa ansar baa ila nabi sallallahu alayhi wasallam ta stami karsid kana loo keenay kan baa loo keenay marka nabi kulli waa iska dhaqan yahay adigu intan ka waran hadaad ku tagtay shaydaan bay u sheekay ba wama zala bi yughrini bi hatta sharibtahu wuxuu shaydaan ساي حد حديو ما انت افرت جيسي جاي ماذا اخر كم كنت جاي النبي لو تلقى. فلما شربتها كان عبي جاءني الشيطان اسل شيطان كي يسال الله تو يندمني على ما فعلت او اد يقام ما قليني ريحا نسمي او اللي محاكو وحنبار وحكم ويقول يسوى لماذا صنعت بنفسي وما انت واحد لبك اسكسو جيدة الان يجي محمد انتو هدى النبي محمد ماذا فلا يجد شرابه مركو عبيتان كي سنة وفيدو عليك فتهلك مركو صحبار كالادو العي هل كاسي كاقر نمات الله شايدان كي با إله بي مركو هران إيسايا إيري عب أو كتك نبي محمد ضد با أجوغ أنصارة ولو إيمان إياه حدنا إيسايا إله إلا مركو شايدان كوه سيداس ميال نكو ما أقر وكانت الليلة باردة وحكا لو كدر نبيل هبين كاس وحبا إدع عيان جاجد أصوابتك لكين هبين أدو قبوبوها وكانت علي شملة إذا وضعتها على رأسي بدد مني قدمي وإذا غطيت بها قدمي انكشفت وانكشف رأسي مرير نوال هي سبيري أو عهد إن هوذو لكن اللي بتوحي كجرتي هدي أن مضح صارت قارك وهرادان صارت قم ذي يقول لك أمو قني هدان قارك دم صارت مضح أمو قني مركا اللي حنو أي جرتنا دجر كنا دبولين مركا تان وحو يتلوي ذي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء في الليل نبي قنع هذا وحو عهد habeenki markuu yimaado guriga naga soo daaho u yimaado yusallimu tasliiman salaamu alaykum wadi jiri laakiin salaan haa yusmu al-yaqdan wala yuqdu an-naim qofka soo jeedana oo maqashiinay mana ahayn salaan qof hurdo hurdada ka toosinaysa yaani ma aha mid qofku intuu soo gal hal mar uu qayliya ma sida midan hada marka masjid soo galo kala hada dadan salaamu alaykum qayla ku dhufatid inkii salaada ku jirana khalq qalbu galaya ki quraanka ka istaagay لكن السلام عليكم كم كأجو مهم أي تهيئ إنه كم مغلو حواس أقول لك تنبي صلى الله عليه وسلم مركا كل مركو صاقره أفكا ما فرنجرين وددك هردان هرداد كمسو كما كإنجرين قفك سوج جيدا ومقلك يعني صلاة ربي وسلام عليه هذا كاسو أم هب كاسو مركا تقول سلام جير نبي عادة أسوى الهاب فما هو إلا قليل إن جر مركا كسوري حتى جاء وسلم نبي قبعي مدوان السلام ثم صلى ما شاء الله ويصلي كده من صلاة بوت كده ليل بقى هيدا وأنا أنظر من تحت الشملة أنا نبي وحن كراس عذاب بير وان كقابوس هي وان كإيجي بير مرضي جاي هوس ماشان كجرا وده كان يا مرك وانت مرك وقال يا نبي قري أكشن كيس محونا قندانا طلهم حكوا ليه دوانا ثم تفقد شرابه نبي مرك بالله انت يرى ملو دي جري شرابك انو بعد قوبه فلما جيت نبي قوي
فرفع يده كعم يكر وتكتب النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت مركع سامحني ربي الآن يدعو علي فأهلك هض النبي جهة بعد الدوار وإذا مات. لكنه قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أطع من أطعمني إلهي قفكي أني يقودين قودي واسق من سقاني قفكي ورابين إله ورابين أنت سكوت دعي صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي مركز هذا دارم حان سيريبي يعني يوحى هنقولي كالقالي دعاذا والنبي يقول لي إله قفكي أني يقودي أنا قودي قفكي ورابين ورابي والدعوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويري وقت درعا أرق وحان سيريبي أنا أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفوز بدعوتي أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم راشين أكيني أقودني دعاذا أنا كفرق صنيع أو كل يباني. فتسللت من مكاني هل كمان كحلو شيء بيري وأخذ شفرتي كدي من وحان قاتم مديدي وقلت كاسو عن سكدا يقانا أذبح له واحدة من الأعنز سدح ذا الريود لما شو مت كم إذا أقو رعيا وليكن بعد ذلك ما يكون حين إعلان هذا أن دعاء سعيد دارا دعاء إنا هلا أيام هيميا. فمضيت إلى الأعنز الأعنز كدي من ريما ونقاق بيني هل كم يراد يكون جيران وأخذت أجسهن لأرى أيهن أسمن سبحان بالله مركة إن صا قطع تعبان يسي أنا أركب مدة وش لسن ودوران لها سي أنا جورها. فإذا ضروعهن قد حفلت باللبن على الرغم من أنهن حلمن وشيكا إلى يبحث وقدر مركبة إن يريه إيشو قد لدين وعند دعانا كبو حسنتي وحاول مودا إن ما أركتي أنا لو دوام بيوضا مرد ولا لسي إلى سبحانه وتعالى كعانا بمشي تصدر. فأخذت إناء والبنقات وحلبت إحداهن مركز سميت كما إذا صوم مالي ثم امتلأ وعلته وعلته الرغوة مركي بحر يعني هو حر بافين. ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فشري مركز عبي دعالينا قعنتي بقول لي كبير ثم ناولني محاكرة ماشي يضرب كله ثم ناولني فشربت أنه يسر لي وان عبي بي. ثم ناولته فشرب إسنوى نودي مركز عنه مركز نور بمركز كيسو رمايا وأطوق النبي ثم ناولني فشرب هذا أنا أمي مركا إذا مركا يسوع قد بي مركا سان ضمي ثم ضحك مركا سان قصل كله في تيبير. فقال لي مركا سحيري إن إحدى فعلاتك يا مقداد مقداده شغلك والقوي قان مركا يعني دركتين إنا قصة شيد مية يعني شغلك أجيب بالله ما الذي يضحك محاكا قصلي قصة شيء. فحدثه بما صنعت مركا سان أرنك وقورمي ويحب أسميه وآه عانيه دي وكنت جاي. فقال مركب وحيري ما كانت إلا رحمة من الله عز وجل ورحمت إلي حقي سكت من بيها هاي لو كنت أيقظ صاحبيك فأصاب من اللبن الذي شرب منه يعني وحاوناك سنال هاي شربنا منه يعني إن هداد ما توسست لبدين كلاي هردانا نو توسيو عانها أن لما ينأيونا عن الله ضماني توسي. فقلت مركب سامحني والذي بعثك بالحق الله حق قصو صارا قل دارتي ما أبالي إذا شربت منه أنت إذا شربت منه أنت وشربت أنا من فضلتي ألا يشرب أحد أم الشقيد الماء ومن الجود جنيبي مر هداد بعدك يا عبتي تعاني يا بنتي أنا أن هم بذادي أن وحكا دمو إنه سنقفك الآن ولا من أمك لجعلي بلو أني أذيك كلي هنو أعتبي مركة هلك إليه سبحانه وتعالى وهو قدري المقداد وهو كهلا يا حالة ديسة وحضرنا ما عين الظروف تاع بحس النبي صلى الله
بسم الله انت روحي هايت خطأ فني او قالك نقول يمد المهم مالك قدام بيش محن مريني ان و المقداد وقاتل قوانا ان ريها انت دا حدا ميت كميد النبي وقورعه لكن الله يقدر هالكا ان عانب له هلي وكدمنا يسجي النبي صلى الله عليه وسلم صلى ضمان ومركي ونبي صلى الله عليه وسلم ومركي سأو عانيه وحققاته كدمنا همبلي والمقداد اسنا مركيسي هالكيسي وكذا ما كدمنا وقصل وخلفته النبي ويري شغل كاي ما بالله معاد ما رأيتي مقداد محاكا قصلي كدمنا قصة دي وكذا الله مركز سيري ما أحكى لماها نور رحمة من الله جل وعلا ما نوتوس بيري رجع كلام مشهور ده أصحاب تاع مركز سيري رسول الله مر به دي أديه يعني جاب عن كفر قبس نعيد كله ومركز لوب بهاي ما لمش إنه مريش استقر المقداد ابن عمر في المدينة ولم يكن قد تزوج بعد منك مقدادة صحابي رضي الله عنه أرضاه وهو كنا قاعدين حق المدينة المنورة لكن ولي مجورسا فبينما هو جالس من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما لم يمها كم من استوى الله فدي عبد الرحمن بن عوف فقال له عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف ما وعه كير ما لك لا تتزوج يا مقداد مقداد حد مجورسا ويد كور لا أنت نحيت فقال المقداد وحير زوجني ابنتك الضباء إن أنت هذا يقول ويه حيث ما قرستي فقال عبد الرحمن وحير ابنتي متي أن دليبا لا أزوجك ابنتي كو قولي ما يقول وأسمعه كلمة لم ترضه كلمة رنتي أن عجبنا وكما قال قروح بطنين فقال المعداد وهو المقداد من عسد باوحر وهو يقول فقام عندها هو استاغي المقداد وهو يقول استغله أما زالت فينا بقية من جاهلية ولي ما جاهلية نقول بيس يعني كلمة دوا دريمي كرتا هوليه وحي الله باتي نصب كي كوف كي هو لا سي الله باتي تينا وكدد مقداد جاهلية ولي نقول جرت سو إسلام كسوطون نصيمين معه أما سوى الإسلام بين أبنائه سو إسلام كمصي من دتك وجعل أكرمهم عند الله أتقاهم كان أقو شرفت بضن كود أقو الله عبسك بضن صلى الله عليه وسلم هذا ثم وضع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد نتول دقائق ونهوتي وذكر له ما كان من عبد الرحمن بن عوف قصة دي يوحي الأحمري إسي عبد الرحمن النبي ونبك الشيء والشيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي مركو حكير صلى الله عليه وسلم أفلا يرضيك أن تساهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقداد مقداد وكرال اللي قالين إسا كورا حداد رسول كاللحي لدين هذا ما حتكال لإسا عبد الرحمن لكن كورا فلم يصدق المقداد أذنيه المقداد كلمة مركو لقي يسوي الرمين وين يعني معنى عمودين كلمة وحكى لهم وشيء وقال بلى يا رسول الله ها محن كنت دي ولكن من لي بذلك الشرف شرف تاس هل كان كهلي يا بيري ما أنا بهلي كرم فقال أنا لك به أنا كوها يا بيري شرف تاس إن أنا إلى حد جديد ما كنت صيام وزوجه ابنة عمه ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كدي من واحد لو مهري ولو جوري النبي صلى الله عليه وسلم إن أذيرتي ضباعة ابن الزبير بنت الزبير ابن عبد المطلب بالنبي صلى الله عليه وسلم سي بلارك ف
فغدا سهرا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبه بذلك مجادة فخرا نبي قبح لحيدي انت صانع شرف وفلا ومرحلة بحو قلي انت كلام كسر رئيس. ثم كانت إله مركوح قدري محل قاري بدر ده قال في بدر حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة وبضعة عشر رجلا بثمانمائة وبضعة عشر رجلا من أصحابه نبي قوح ده قال كأوقع كحيستيس تاريخ ده بإن فربضان ما شاكتي سدح بقولي دوري طبعا صحابي بعد ده قال كي آذي وهم لا ينمون أن يخوضوا حربا شاملة رنتي مركي هلك آذين dagaal weyn oo maaragtay dhiigga la isdaro ama seefaha la isdaran uma socon oo dagaal inclusive uma socon falama wajada rasuul sal alla sl nafsa mudara likhawdiha laakiin markii ay noqotay inaan laga fursan karin oo lagu khasbayha dagaalka in la galo kaana laa budda lah min an yanaala muwaafaqata rijaalihi nebigu marka waxaa khasab ku noqotay maadaama an saxaabada markii lasoo kaxeynay saddex boqol iyo dhowr iyo toban bay ahaayeen dagaal baad gelaysaan laguma soo sheekeyn marka laakiin markii nebiga u soo baxday sinaar yahay inuu yahay in lagu khasbay in dagaal la galo oo nebiga waxa ay dow la noqotay inuu la shiro saxaabadii wargeliyu yiraahdo hawshaas bay noo taageen maxaad ka dhihi lahaydeen facrada calayhim alamr arrinka u bandhigay marka shir degdega la qabtay faqaala abubakr waaxsan abubakr baa hadlay si wanaagsan buu hadalka u dhigay waqaala cumar waaxsan cumar baa toogtiisi lasoo gaaray si wanaagsan buu hadalka u dhigay nin walbaba dabcan wuxuu sii wuxuu u hadlay qurux badan oo nebiga ka farxisa والنبي قال أنا يعني هل كا قرب كيسين لا قرب حين أو لا قرب تاعي لكن الموقف ظل يحتاج إلى كلمة حاسم حازمة تنهي التردد وتشد العزائم لكن موقفك نقول بوهر لكن كلمة ما لينك الله بعنا وحاجة كلمة جوان أو ديزايزف أو أدو علوس أو الله بالله بين أن يكون جرين أو ضد كلامنا رنتي عزيمة أتكينيس كلمة بحال ربي رنتي أدو هذا كني ماشي كصبح فكان شرف هذه الكلمة لمقداد بن عمرو كلمة دائرة وحي ما لنتاس شرفت لي وحا لتقي المقداد أو سيد الربيع هذا القول دي محيل حيث توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقامته الفارغ وصوته الجهوري وأنك حوق إلى ركاله إسهو أنت سالك إلى هاي وقامة أوسي عدك سنة عد أدو حوق بضان لها إلا وأنين جهوري وها أو أنتو إستاقوا الحور يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك نلا دقاق وحي إلهي كتصي وإلهي وكوسة وحيوة كل دقاق أنه وكل أنه وكل جرنا والله بان كل دارنا كلمة دم بقيمة لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل موسى كقوله ما إنه هذا لكي ريب بني إسرائيل موسى يكون يرى هذينه اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون هذه ربك قاعدت دقاق دقاق قال أنه هل كان بعدين فريساننا هذا لكي ريب بني إسرائيل هو تنقم أجد ولكن نقول لك وحنس كقول لنا اذهب انت وربك فقاتلا هذه اله دغالما ان معكم مقاتلون اننا دررت ونلجرنا وانا دغال كان جيس كان والذي بعثك بالحق بين وحن كل دارت الله حق وسو صاره لو سرت بنا الى برك الغماد ما شاء الله دوادنا لا اد وموضع ما شاء وفق ايمن اي جرتو لجالنا معك من دون حتى تبلغ الا وح ما شاء كنا لو دم انت الى ايمن صورك كوالا درن دغال بان لغرينا الا وحي ادربت اتك جارت انت مركو يري كدب فاشرق وجه النبي الكريم بالفرح النبي وجهي سوء في فرح درتي وقال له خيرا ودعا له بخير هذا الخير وجو جواب ما انت على خير بل لو دعاي وكان المقداد بن عمر يومئذ المجاهد الوحيد وعنك كلي مجاهد كهل جماعه الذي خاض بدرا على فرس فرس كود قال لك وانك كلي فرس كود قال ما نك اذ الباقون اما مشاة اما على الجمال انت كلا دغال ميس صحابدا اما قلي يو لغين اما كورت سارن بها هاي لكن فرس نك كلي كود قال منك سو اها فسجل له تاريخ الجهاد في الاسلام انه اول من غدا او عدا على فرس في سبيل الله تاريخ المركه ميل بو كغاليو تاريخ الجهاد في الاسلام وحا كو قرن مركه إنه يعني إنك وجوه الرئي فرس كود دجال في سبيل هدي الويدي من هو أول من جاهد في سبيل الله على فرس هدي الويدي محل هذا المقداد إيش ابن عمر المقداد بن أسود تاريخ المرحلة قال سيا وجوه الرئي تذوق المقداد بن عمر لذة الجهاد في سبيل الله من بدر مالك بدر وحول دمي جهاد كي لدنك أوليه معك أوليه فآل على نفسه
هو دار كمري أن يظل مجاهدا لإعلاء كلمة الله ما بقي سيفه مستمسكا بيده. إن دائمه إن جهادك أن كجره وكلمة إله الكريه ليه أنت جعنتي سبو سيف أي قبان كرت. وقد بر بقسمه دارتي مالك قالينا كنتي وكصبح. فقد رؤي في خلافة عثمان بن عفان طبعا هو ولا نبي يقول غير وقت أبو بكر بايم أبو بكر ما ماشي كتي وحايم عمر عمر ما ماشي كتي وحايم عثمان وقت عثمان أي واحد العركة رضي الله عنهما يجلس على صندوق من صناديق السيارة فإيش هو ظل فدية صندوق قمة اللي منك صرافين تاء وحسرفة في أحد أسواق حمص سوق غير حمص كم إذا أيو حال عرك إسوغ الدول فردية. وقد كبرت سنه إسوغ آد دأوين هذه حتى قاربت على 70 تدبات بكل وادي تدبات بكل وادي وترهل جسده جيركي سنه كالضاتي حتى فاض على الصندوق وقفه النقضي يعني إلا مركي دأدو أي تماضه هي اللي بكونوا رعاه. وكان سيفه في حجره سيفته مركي ضبطي أسارنت إسوغ الدأ ذا و 70 ساعه عجيه تدبات تمي ما لها جره او عليس كن او كم بو دد درتيد اي وخل اركي سو سيفتن دبت او سارنت هي صندوق اني منكو سياره فد او الي اني منكا اكسشنج ما ما انت عندها نو كلي صرافين تاع ماشي انا فديه. فقال الرجل من القوم نبا مركو حكير ما تفعل هنا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان ما ماشي كسمين رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبك هذا هي. فقال الحر انتظر خروج الغزاة إلى الثغور لأكون معهم. وحن هلك كان أن كل دورة يا بيري مركي دتك مجاهدين تا الدولان كقاعدة مركي دقاق يعني إيه رمان إنا يوار ركو قاعدة عدو هالكودكين. فقال له مركز زوح كيري هل عدت إلى بيتك ما تقول يا بيسا يلا بتنيه فإن الله قد أعذر إليك إلهي وكو عدري بعد أن بلغت من السن ما بلغ وأن دأبعت مركي إلهي دتك وحد كجرتا إلهي جهاتك كعفي أديك كما صار رأي قرية كلها. فقال بحير هاي هات يا بني بحير تاه السجن أني أني إيو إن الجهاد كفري كفري السايو كلا فقنا لقد أبت علينا سورة البعوث وحين نجدي دبل سورة دي بعوث وحكم الله سورة الأنفال ما نودي دبل. ألم تسمع قولهم يا ذا المغلي إلهي مركو ليه انفروا خفافا وثقالا إنكو فضط إنكو علص بدقاقة. ولكن الإمام القرطبي محانا صوم الأقوال تربضا نقولها idinkoo dhalinyaro ah idinkoo da'ah idinkoo gacantiinu maranta idinkoo waxaysta idinkoo fayow idinkoo xanuunsan idinkoo dhibaateys yacni xaalad walbo qofku inuu dhaqaaqi karo oo aan ku xareyn da'yari iyo inuu qofku waxaysto. atajidu fiihi anna allaha istathnani bal aayadda ula dhuga mar kale ma waxaa kaaga muuqata inuu ilaahay subxaana wa tacala iga soo reebay mar haddii wathiqaalan layii halkaasaa ma ku jiraaye. عاش المقداد بن عمر حتى بلغ 73 من عمره مجاهدا في سبيل الله عازفا عن الإمارة إلا تضبات إسد حسن وقاري إسوه جهاد كأن كجرة مامل نوديدي إنه ما يلقى بتأمير كان نقضى نوديدي. ولما أتاه اليقين مركي تيسي أي جارتي أو يقين تأي أتمد وارته البقية الباقية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده صحابة دي مركي جوكتي باقي أهيد بالحد كيسي دكتي إيل كي دكتي وهم يقولون يقول له سيف من سيوف الله عاد إلى غمده وسيف سيوف إلهي كم إذا وقال كيدي دي بلو علي بعد طول عناء مركي مد معركتي دال فربضان يوحسن بلاء وعذرة فربضان ومجي وطن ما أنت سحابك أن الديب إلى سبحانه وتعالى هكر راضي النوضة وحين نوهر صن إن شاء الله بس سحابك بري وعن إن شاء الله صانت المعنى عمر بن أمية إيو مالك التلاذة ما نقرين دوما إن شاء الله وأعرفك بيغا سيان كتابك أخذت النهدي إلى هلال.